إذن الصبحي عمر رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله. اليوم قمنا بمشاركة في مجلس مؤسسات كلية الشريعة اللي كانت جلسة خاصة تهم الحصيلة ديال الاشتغال لمدة 4 سنوات ديال المؤسسة واستشراف الآفاق ديال المؤسسة. فهاد المبادرة كنحيوها بطبيعة الحال عاليا، و تدخل في إطار الحكمة الجيدة للمؤسسة واللي تروم التدبير الجيد للمؤسسة على جميع فيما يخص جميع الاهتمامات ديالها على مستوى البحث العلمي، مستوى التكوين، مستوى الانفتاح على المجتمع، ولا على مستوى الحياة الجامعية. فأظن أنه الإخوان في المؤسسة مشكورين قاموا بهذه المبادرة، وهي مبادرة بطبيعة الحال كنشجعوها. وحنا يا الجامعة الحمد لله على مستوى جميع المؤسسات ورشات كبرى للإصلاح انطلقت، وهذه ورش للحكمة الجيدة، هذا ورش من الأوراش اللي تفتحت على مستوى الجامعة. نتمنى أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله من خلال التدبير الجيد لها أنها تحقق الأهداف وترفع التحديات المنوطة بها، ولا سيما وجودها في هذه الجهة، الجهة اللي كنظن أن الأغلبية ديال الطلبة ديالها في ظروف اقتصادية جد متوسطة، وأن هذه انتظارات كبيرة فيما يخص الرفع من المستوى الاجتماعي للأسر بهذه المنطقة من خلال تكوين الأبناء ديالهم. وهذا هو دور الجامعة كمصعد اجتماعي، وحنا كنشتغلوا مجتهد بصفة دؤوبة باش أن الجامعة تعاود تلعب الدور ديالها الاجتماعي ديال المصعد الاجتماعي كما كان في القديم في السابق. وحنا كلنا أمل أن إن شاء الله جامعة سيدي محمد بن عبد الله من خلال المؤشرات الأخيرة اللي بدات كتظهر على جميع المستويات، البنية التحتية، ولا على مستوى التصنيف العالمي، ولا على مستوى علاقتها مع المجتمع، ولا على مستوى التنظيم اللي ولا حاليا، أن تلعب الأدوار الطرائعية كمؤسسة جامعية الأولى في المراتب الأولى على المستوى الوطني، وتلعب أدوار طرائعية على مستوى الإفريقيا. وشكرا، تبارك الله عليكم.